صباح الخير، صباح الأنوار، صباح المحبة وصفاء الأحلى وأغلى مستمعين ديالنا في مكان جوز. صباح الخير عليكم مغاربة العالم، الجالية العربية، الناس اللي في البيوت ديالهم، الناس اللي في العمل ديالهم. فكنقول لكم صباح الخير عليكم، مرحبا بكم دائما بكل فرح. برنامجكم اليومي برنامج بيت سعيد، برنامج الأسرة المغربية بامتياز على موجها 94.0. كتابعونا مرحبا بكم. اليوم مشرفاني الدكتورة إلهام مير علي، طبيبة أسنان مختصة في أمراض اللثة وزراعة الأسنان. صباح الخير دكتورة. صباح النور يا زهراء، مرحبا بك. مستمعينا الكرام، نقربوا غير شوية الميكرو ليك دكتورة. مرحبا بك. شكرا، جد سعيدة أنك معنا اليوم. أنا فرحانة. مرحبا بك الدكتورة. اليوم غادي نتكلموا موضوعنا، فغادي يكون هو زراعة الأسنان بدون جراحة. فعلا أنا سولت قبل كيفاش دكتورة زراعة الأسنان بدون جراحة. فعلا، ولكن أول حاجة اللي غادي نطرقوا لها ونشرحها للمستمعين ديالنا وبعد النقط اللي كنكونوا غالطين فيهم نبداو شنو هي زراعة الأسنان. وبزاف الناس كيكونوا متخوفين منها، كيقول لك زراعة الأسنان كتساوي الله يحفظ كونسير ولا هذا، فبعض المصطلحات ممكن نصحهم للمستمعين ديالنا وكذلك المشاهدين ديالنا. فعلا لالا زهرة، زراعة الأسنان أول شنو هي؟ زراعة الأسنان هي هي تعويض أسنان تاليفة والأطراز تاليفة في جذر اصطناعي. هذا الجذر الاصطناعي هو اللي غادي يهز تركيبات ثابتة، يعني غادي نغومبلاسيو سنة ولا درصة سنة ولا درصة فوق فوق جذر اصطناعي كيكون فوسط العظم. هذه هي زراعة الأسنان. الواحد يكون عارف حيت شحال من واحد كيجي للسونتر كيقول لك أنا بغيت زراعة وهو في باله راه التركيبة ثابتة. نعم، التركيبة ثابتة راه تركيبة ما عندهاش علاقة مع الجدر. الزراعة هي نزرعوا الجدر ونركبوا فوقه تركيبة ثابتة، يعني سنة ولا درصة اصطناعية. دونك هنا زرعة الأسنان كيكون جدر ما كاينش كتكون درصة صافي ماتت، ما أدنى حتى شي حاجة، اللحم كيكون صافي راه تجمع صافي. هذا الشيء اللي كاين. بعض المرات كتكون عندنا وحدة زوج ثلاثة. حنا علاش هاد الزراعة تنديروا بموضوع خاص غير بالزراعة؟ باش نحاولوا ما نقصوش السنان المجاورة. حنا نحاولوا نديروا الزراعة اللي كانت خصنا غير وحدة، علاش غادي نمشي أنايا زوج يهزوا لي وحدة؟ نخلي دوك زوج مجاورين ونركب وحدة. إلا كاين ثلاثة، إلا كاين ثمانية، ستة، الفم كله، يعني كاين الحل ديال التركيبة الثابتة عن طريق عن طريق الزراعة. زراعة الأسنان. طيب تعرفنا على شنو هي زراعة الأسنان؟ طيب كيفاش زراعة الأسنان بدون جراحة؟ السؤال الثاني، سؤال ثاني ديال المشكل ديال الناس اللي متخوفين. ما كاين حتى شي تخوف، حيت زراعة الأسنان دابا الحمد لله طورت بزاف. والمادة ديال الجذر الجدر الاصطناعي يعني لامبلون دونتيغ كتكون مادة تيتان، وكتكون المادة اللي كتكون العظم كيتربى عليها. بحال باغ اكزومبل واحد تهرس مشى عند التروماتو، شنو غادي يدير له؟ غادي يدير له واحد الحديدة ما بين العظم والعظم باش يجبر هذاك العظم وباش يقدر يدير الحياة ديالو العادية. نفس الشيء، علاش؟ حيت العظم غادي يتربى على التيتان، حيت التيتان هو اللي كيلائم العظم ديالنا. واضح. يعني ما كاين حتى شي مخاطر وما كاين حتى شي دراسه اللي ندارت وقالت يعني راه كاين لو ريسك ديال الكونسير ولا شي حاجه. هاد الفكره نعم. خاطئه. نعم، واضح. طيب الحمد لله ما كاين حتى شي مشكل، سنينا ديالنا نحافظوا عليهم. في حاله ما كان سنة مشات لينا ولا هذا وبغينا نديروا زراعه الاسنان، طيب كاينين تقنيات جداد كيف ما قلتي دكتوره، وكل مره في عالم طب الاسنان كتخرج تقنيه جديده، تقنيه حديثه. كيف خلاها الدكتور كمال قال لي احنا خصنا مطالبين الان بمواكبه الحدث، اي حاجه او اي تقنيه جديده فانتم كدكاتره مطالبين فعلا احنا خصنا ولا بد ان نتبعوا التكنولوجيا فيما مشات خصنا نمشيو معها. نعم، علاش؟ حيت عندها المنافع ديالها وكتسهل لنا الخدمه ديالنا وكتعطينا افكار جديده. والناس الناس ما بقاش يتخوفوا، ما بقاش يتخلعوا، ما كاينش الاضرار، ما كاينش بزاف المسائل اللي كتحيدوا لنا التكنولوجيا. واضح. دابا في زراعه الاسنان كنا باش نزرعوا الاسنان قبل هذه عشرات ديال السنين كنا بالسيف علينا خصنا نحلوا، يعني نديروا جراحه نحلوا بالبيستوري ولا باللازر ولا هذا، وخصنا نحطوا الزرع ديالنا ونسدوا بالخيط. هذه هي اللي كانت. دابا بالتكنولوجيا كان شتك بحال اللي كديري واحد غريماس خايفه. وي نعم، تخوف تخوف لا تخوف غادي تحيد ان شاء الله. دابا بالتكنولوجيا دابا كلشي بالحاسوب بالنيميريك. فوالا بالديجيتال. ديجيتال شنو كيدير الديجيتال؟ كنديروا دراسه الباسونجا
ما عندوش درسة ولا زوج ولا عشرة ولا المهم كنديروا دراسة. هاد الدراسة خاصها تكون مقننة، ماشي أي واحد عاود تاني يتلاح للديجيتال ويقول خاص ولا بد دي فورماسيون، خاص ولا بد يتعلم، خاصو يمارس هاد الشيء عاد يمشي للباسيون، ماشي بحال هكا يتلاح الواحد على يقول آه صافي، حيت ماشي يسوفي تاخذي الماتيريال ديال هاد التكنولوجيا الحديثة وتقولي صافي راني مزيانة، نو تاخذي الماتيريال ديالها وخاصك ديري الفورماسيون باش تقنيها، ماشي ديري اي خدمه كتقولي راه مزيان. دونك حنا كنديروا دراسه شامله للفم ديالو، يعني عن طريق الصور، عن طريق لومبرينت نيميريك لو سكانر انترابوكال. هذاك لومبرينت نيميريك ما بقناش كنديروا العبارات بالعجينه، كنديروا سكانر سكانر نيميريك، كناخذوا العبار وكيجيب لنا لو باسون، ولا بعض المرات دابا لي سونتر عندهم لو كونبيم يعني لو سكانر ديال الوجه العظم والسنان الداخل ديال ثلاث أبعاد، يعطينا الدقة، يعطينا واحد ثلاث أبعاد يعني الدقة الكاملة كاملة، حيت غادي يعطينا هذيك البلاصة اللي غادي نزرعوا فيها، يعطينا الطول والعرض والسمك كل شيء ديال هذاك العظم. وحنا عن طريق هذا النيوميريك يعني ديجيتال، عن طريق لا فوتو، عن طريق العبار نيوميريك ولو سكانر اللي يعطينا الدقة ديال العظم، تما غادي ندير واحد الدراسة وغادي نماتشيو هاد يعني نجمعوا هاد المعلومات كلهم. والديجيتال كيعطينا كنحطو الزرع ديالنا في البلاصه اللي خصها تكون. يعني خصنا الديجيتال من يعطينا كاع المعلومات ديال الوجه ديال السنان ديال اللحم لتا وديال العظم عن طريق لو سكانير، كيعطينا اكزاكتومون فين حنا نحطو الزرع ديالنا، ماشي هو يعطينا، حنا نحطو كنحطو باش يكون داك الشيء كيفاش نقولوا يريسبكت جميع المعايير. جميع المعايير واضح. وعن طريق هاد حطينا زرع ديالنا، كنديروا ميم السنه اللي غتكون، نحطوا حتى السنه ولا الدرصه اللي غتكون، هادشي كلشي غير في الديجيتال. في الديجيتال هنا باقي يعني الباسيون مازال نوجدوا كلشي في الديجيتال، يعني وغادي نخرجوا هذاك الاسنان حيت كاين من بعد لابريمونت كتخرج الاسنان والزرع فين كاين والدرصه اللي غتكون مع الزرع داكشي. وهنا غادي نخرجوا واحد كيفاش نقولوا ان غيد شيروجيكال، واحد القالب لو غيد اللي ندار عن طريق هاد الدراسه، وهاد لو غيد شيروجيكال غنحطوه عند لو باسيون وفيها التقاب ديال فين غتكون الدرصه والزرع ديالها، ونحطوا الزرع ديالنا بدون ما نحلو. كي نديروا كنقول لك ما نحلوش يعني ما نديروش جراحه، يعني ما كاينش سيلان دم، ما كاينش خيط من بعد، يعني لو باسيون مريض غادي يخرج هذاك النهار بالزرع ديالو، وبعض المرات باش ميم تركيبه ثابته المؤقته في هذاك النهار بدون جراحه بدون سيلان دم بدون حرق بدون حتى شي حاجه. هذا هو المزايا والمسائل المزيانين اللي متعلقين بالزراعه بدون جراحه عن طريق ديجيتال. واضح، هذه تقنيه جميله زوينه، ما بقاش فينا الخلعه صافي، اللي غادي يسمعها غادي يقول صافي كمان يعني سهله وما فيهاش تعب، خصوصا بالنسبه للباسيون. اما التعب كاين بالنسبه التعب كيكون قبل من بعد من كيخرج هذاك لو غيد شيروجيكال المريض للطبيب، غادي حتى الوقت غادي يكون واحد الوقت ناقص بزاف، حيت غادي ما غاديش نحلو وما غاديش نخيطوا وما غاديش نتعذبوا مع سيلان الدم وداكشي بحال اللي كان الجراحه قبل. يعني غادي يجي غادي نحطوا القالب ديالو، غادي عندنا واحد لي فوغي كنحفروا بهم، نحطوا الزرع ديالنا ومن بعد نحطوا التركيبه وصافي. التركيبه المؤقته مؤقته. طيب امتى كنحطوا التركيبه الدائمه؟ التركيبه الدائمه حتى العظم غادي يتربى على هذاك الجذر الاصطناعي لامبلونتير وتكون لوستيو انتيغراسيون، وديك الساعه عادي رجع 3 شهور ابري 3 شهور غادي نحيدوا هذيك التركيبه المؤقته وناخذوا عبار اخر باش يمكن لنا نديروا التركيبه الدائمه. واضح دكتوره. طيب بالنسبه للناس اللي كيكون غادي يسمعونا ويقول لك واش كاينين شي ناس ممكن تستناو من زراعه الاسنان، يكون عندهم مرض او غيره ما يديروا زراعه الاسنان، اللي ما خصناش ندير لهم زراعه الاسنان هما الناس اللي ما نقدرش ندير لهم العمليه اصلا. كاين الناس بزاف اللي عندهم الامراض ديال القلب، امراض القلب اللي عندهم واحد مرض القلب سبيسيال كنتفاداو باش نديروا لهم الزراعه. وكاين الناس اللي ما عندهمش، انا بالنسبه لي اللي ما عندهمش نظافه مزيانه
الناس اللي كاين بزاف الناس اللي سون با موتيفي عندهم ما كيحكوش كيهملوا كيتخنوا بزاف يعني هادوم سي با دي كانديدا ديال زراعه الاسنان. طيب علاش واش هذاك السن يقدر بيان سور النظافه راه الاسنان ديالنا الطبيعيين وكاين يتوجعوا كينضروا بالمشكل ديال الامراض اللثه والعظميه. دونك الواحد اللي عارفينه بلي ما غاديش يحترم لي كونساي ديال الطبيب من الاحسن ما نديرولوش. ولكن دابا الحمد لله الواحد من كيجي عندك العياده وباغي يدير الزراعه يعني راه ما عندوش هاد المشاكل يعني راه واعي دابا الحمد لله الناس راهم واعيين بزاف وعارفين شنو باغيين. بزاف الناس كيجيو كيقول لك انا بغيت زراعه يعني ديجا غادي ينقص عليك بزاف الوقت باش تفهم له لا من الاحسن ما ديرش التركيبه ديال بزاف ديال الزراعه يعني كيجي بهذيك الفكره اللي باغي يزرع حيت ما باغيش يضيع سنين جاورو المجاوره. واضح. طيب دكتوره في حاله ما كان الفم خاصو عندنا 3 سنينات اللي ديجا طاحوا وبغينا نديروا لهم زراعه واش هذيك الزراعه كتتم في نفس اليوم لهذوك الاسنان كاملين ولا كتكون على لا لا تقدر الا كان في جهه واحده راه بعض المرات كنديروا 10 ديال الزراعات في حصه واحده حصه واحده ديجا زعما صعيبتها يعني ما كاينش مشكل. علاش؟ حيت بعض المرات المريض ما عندوش الوقت ولا المريض يخاف بزاف ما باغيش يمشي ويجي داكشي كيقول لك انايا عافاك ديري لي الزراعه. حيت علاش؟ حيت كنديروا البنج في جي غير البنج ما وضيعي غير الانستيزي لوكال ماشي خصنا وما كاينش شي حريق ولا حيت الانستيزي لوكال الي سوفيزونت كافيه باش يمكن ليا نزرع وحده ولا زوج ولا اربعه ولا خمسه وخاصه الا بغيت ندير الحاسوب يعني ديجيتال وبغيت ندير لو غيد شيروجيكال اي تو انكور احسن حيت ما غاديش حيت ساهله عمليه ساهله غادي غير نحط هذاك لو غيد شيروجيكال ديالي يعني اللي ديجا راه مصايب غادي نحطو فيه كل المسائل فين غادي نحط بدقه حيت الدراسه كتكون دقيقه بزاف راه ما خاصش اللي يدير كيفاش نقولوا لا سيمولاسيون ولا هذا القالب خاص يكون دراسة تكون مديوره مزيان بدقه ومع الطبيب. الطبيب هو اللي غادي بعض المرات الاطباء هما اللي كيديروا هاد الشيروجي غيتي باش يكون داكشي في احسن ظروف. واضح. طيب فاش كيجيو عندكم لي باسيون كيقول لك انا بغيت ندير زراعه بحال مثلا انا ما عارفه شنو هي زراعه بدون جراحه وما عندناش فكره على الزراعه بدون جراحه. طيب غادي نجي الباسيون عندكم دكتوره وغادي يقول لك انا بغيت ندير زراعه العاديه غادي نعطيه الحل ديال الزراعه بدون جراحه حيت اي مريض ما يبغيش الجراحه كما كان اي مريض حيت ماشي نفس الثمن وخاص واحد الخدمه تندار قبل وي على الثمن اكيد ولا بد حيت كاين ماتيريال كاين خدمه كاين واحد الاتعاب اللي غادي نداروا قبل باش نوجدوا هذاك لو غيد شيروجيكال وكذلك الوقت وجيز يعني غادي بدل ما كيف ما قال لنا الدكتور كمال في الثلاث الماضي كنا كنتكلموا على هاد العالم ديال التكنولوجيا في طب الاسنان والدقه ديالو. قبل كيف ما قلتي دكتوره كنا كناخذوا العبارات بواحد العجين العجين اون فوا كيتحيد كيكرم دونك ربما يكونوا العبارات ماشي هما هادوك كيكون بعض الاخطاء. دابا مع هذا الشيء ديال التكنولوجيا بدقه دقه كيعطينا الدقه زعما دقه تو سامبلومون دقه نعرفوا فين نحطوا الخدمه ديالنا بغات الزرع ولا التركيبه الثابته ولا لي زون لي يعني واحد العمارات اللي كنديروهم كناخذوا العبار من الدرسه ما تكونش حنا خرجنا على الموضوع ماشي مشكل بعض المرات الدرسات كتكون ما فيهاش كاع بزاف ديال سوسكلاتها بزاف ما غاديش نمشيو نحيدوا العار ونديروا تركيبات ثابته وداك الشيء غادي نقيو لها كاع لي بوغ ديالها اللي كانت حيه حنا خصنا ديما نخليو الاضراس ديالنا حيين دونك نقيو داك الشيء اللي ديال السوسه وداك الشيء وناخذوا العبار عليها ويجيونا واحد لي زون لي يعني واحد التركيبه غير ديال هذاك السوسه اللي مشات ونلصقوها يعني كاين دقه. نعم دقه. وهنا فين كنقولوا ضروري زياره الطبيب وضروري اننا نحافظوا على سنيناتنا ونغسلوهم وكيف ما دائما النصائح ديالك دكتوره
فعلا ديما الوقايه احسن من العلاج. والوقايه الى الواحد زار مشان طب الاسنان ديالو مره في السنه على الاقل راح يحسن له مزيان باش يقلبوا على المشاكل، حيت كي ما يكونوش ما كانش الحريق يعني ماشي ما كاينش المشاكل، ما خصناش نستناو حتى يجي الحريق. ديما خاص زياره طب الاسنان، وخاص واحد الى حيد الضرسه ديالو ما يتعطلش بزاف، حيت هذاك العظم اللي كيكون في الشهر الاول ما غاديش يبقى، غتبقى يهبط يهبط يهبط، ونهار نبغيو نزرعو كيكون مشاكل، خصنا لي غاف، خصنا بزاف حلول اللي تكون ثمن باهظ. واضح. شكرا لك دكتوره الهام ميرعلي على الموضوع، ولا زرعه الاسنان بدون جراحه، وكيف ما قلتي حتى شي باسيون ما كيبغي الجراحه، فهذه تقنيه جديده اللي ممكن اننا ناخدوها فعلا اعتبار. شكرا لك دكتورة إلهام ميرعلي، طبيبة أسنان أخصائية ومختصة في أمراض اللثة وزراحة الأسنان. شكرا لك دكتورة. شكرا لك، شرفتيني ونورتيني. شكرا، بارك الله عليك، لقاء آخر مرحبا إن شاء الله. شكرا لك دكتورة. هذه الأشرة هو 25 دقيقة على غاديو بلوس، غادي نمشي فاصل موسيقي من بعد فاصل إشهاري، فابقوا معنا. تيلي بلوس، تميز ومصداقية.